Bonitinho na lança. إذا صباح الخير عليكم، مرحبا بكم متتابعينا ومتتابعي قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر من مدينة مراكش. نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة لجميع متتابعينا. الآن وحنا غادي نتطرقوا لواحد يعني الموضوع اللي تهم فريق اللي الآن على أبواب المشاركة الإفريقية، فبالأحرى الاستعداد ديال هذا الموسم هذا متتابع قناة شوف تي في. كان نمني النفس من خلال المباشر السابق انه تكون شي تحركات ديال المسؤولين ديال المجلس الجماعي ديال الوزاره، لانه حنا تندوي على المشاركه الافريقيه، يعني فريق نادي يعني فريق امان اتلتيك كلوب مراكش يعني سيمثل المغرب في منافسات افريقيه وحدود الساعه، وللاسف مازال ما لقاش قاعه للاستعداد للموسم هذا الموسم هذا اللي تندوي عليه 2024 2025. كانت الرسائل الموجهه المشكوره رئيسه الجامعه الملكيه لكره الطائره اللي تدخلات وساعدت الفريق في ديون عالقه، يعني تقريبا ما يقرب على 9 ديال المليون. والان تيشوف بانه رئيس النادي والنادي بصفه عامه ديال يعني نادي امان اتلتيك كلوب مراكش، يعني اغلبيه اللاعبات بيحترفوا على برا، يعني اغلبيه اللاعبات اختاروا انهم يلعبوا بقميص اخر، وبالتالي حنا غادي تضيع عندنا بطاقه مشاركه افريقيه، وربما غادي يكون بيناليتي، يعني كما تنقولوا غادي تنزل يعني ديال افريقيا على النادي بغرامات لانه ما غادي يشاركش. فغادي نخليو رئيس النادي سباعه او يقربنا من هذه الحيثيات. سباعه السلام عليكم. وعليكم السلام سي زكريا. صباح النور سي زكريا، وشكرا على الاستضافه الجميله. تحيه لك وتحيه لجميع المتتبعين ديال قناه شوف تي في. نعم، يعني بعد المباشر ديال قناه الشعب قناه شوف تي في هذه تقريبا ما يقرب على شهرين على ما اظن. تقريبا شهرين يعني شهرين. اشنو هما التحركات اللي كان شي اتصالات كان شي؟ وحقيقة كانوا اتصالات، كان الدعم المعنوي، كان مجموعة من ديال المتتبعين ديال النادي ولا حتى من المسؤولين. يعني كان الإشكال دروك حنا بعيدا عن الإكراهات المادية، حنا الآن في حاجة إلى القاعة فين نترينو، فين يتجمعوا البنات، فين يبداو التدريب، خاصة أن البنات راه بدا البنت اللي تعطلات على التدريب ديالها راه تتفقد مجموعة من اللياقة ديالها، وما يمكنش لها تلعب عام ديال كرة الطائرة في منافسات على المستوى العالي. مشينا لمجموعه ديال القاعات في مدينه مراكش، مدينه مراكش غنيه بالقاعات، اي فين ما مشيتي يقول لك راه ما كاينش في التراب، راه ما كاينش حقيقه تتعلمك في نهار في يوم، ولكن حصه اللي هي تكون دائمه ما يمكنش فين ما مشيتي خارج عن التراب. القاعه اللي عندنا حنايا تلف مراكش المدينه عام ودابو شهرين وهي محبوسه للاصلاحات، ما عرفناش هذه القاعه من تتصيب. وقت ما مشينا الرئيس تهز التليفون ويتصل ويعيط المهندس في عالم ما عرفش، والله ما عرفش القاعة عام وهي مسدودة، اش ديرو الصباغة باش تصبغ القاعة، خلونا حنا نصبغوها وباش نجيو نتدربوا. راه صعيب، ما يمكنش فرقة ديال المدينة ديال مدينة مراكش وديال مراكش مقاطعة كاينة في مقاطعة مراكش المدينة، وعندها قاعة ماشي قاعة اللي هي رسمية لكرة الطائرة، هي حنا المجموعة ديال الأندية اللي داروا يد في اليد تحاولنا نصيبوها بشراكة مع المجلس في هاد 10 سنين هادي. دونك هي موقفه دروكا وبيدير فيها شي اصلاحات. وقت ما مشينا لي دوش ما كاينينش، لي تواليت ما كاين والو، لدرجه انه ولا حبسنا كاع باش ما ندخلوش نشوفوها. دونك تنطلبوا من الناس المسؤوله، السيد الرئيس راه تيقوم دراتي، ولكن ما عرفناش شكون هما اللي دايرين كيقولوا العصا في المصمى، ما عرفتش كي تقول لي هذاك العصا في الرويضه، ما عرفناش. تنمشي اللي مشيت عنده تيعطيك الكلام الزين، لا بنا نعطوها لكم مزيان، ولكن انت غيعطوها لنا فدوك قال لك بنا نعطوها لكم تكون قاعه جميله، ولكن الثاني تحتاج كمل البطوله كملت ذاك العام، ذاك العام كنت تعرفوا يلا بعد تبدا البطوله وهي تسد اربعه الماتشات خسرناهم، جوج خسرناهم باعتذار في داخل مدينتنا، وجوج ما كناش مستعدين وكنا خاصنا نسافروا، لان ما سافرناش غادي نتوقفوا نهائيا، ولينا سافرنا لعبنا معليش الملكي في الرباط وتخسرنا،
خسرنا المقابلات، اربعه المقابلات على التدريب هو العام هذا، وحنا متبوعين العام اللي فات ما شاركناش البطوله الافريقيه وكنا مؤهلين ليها. هذا العام كذلك ما غاديش نمشيو الا بقينا على هكايات. اللاعبات تونا كي قلتي في المدخل ديالك السي زكريا، قلتي كاين عندنا ثلاث لاعبات ماشي مشاو باش يحترفوا في فرق اخرين، كون كان توكل ياسر الحمد لله، ولكن مشاو ظروف عائليه. عرفتي كل مشات بنت مشات غتزوج في المانيا، بنت اخرى مشات لتركيا، البنت اخرى تزوجت هنا ما وحالوش راجلها باقي خلاها تلعب. المهم البنات عاد شتت الظروف ديال البنات، البنت حتى تكبر خصها تمشي للاسر تكون اسرتها وتكون. دونك مع هاد الاكراهات ما كاينش اللي بيوقف معنا قبل ما ندوز المشاكل الماديه اللي هي كبيره كبيره. شحال دروك خاص كما تنقولوا الانطلاقه، شحال خاص النادي باش يكون انطلاقه صحيحه؟ وعلى الاقل غادي خصك واحد الشهرين ديال فنت الاستعدادات ديال اللياقه البدنيه عاد الاستعدادات التقنيه. كاين تاخر، كاين تاخر بزاف بزاف، ماشي كاين تاخر، كاين ميتين حنايا دابا، ماشي كاين تاخر، ما كاين والو. نورمالي متى خاصكم تبداو الاستعدادات؟ خاصنا نبداو على الاقل في ذوك العشر ايام الاخر في شهر 8. العشر ايام الاخر في شهر 8 حتى تمشي تقول لك راه المود فين، حنا في عطله. ولكن رغم ذلك حنا القاعه راه مسدوده، القاعه ديال المقاطعات المجال اللي حنا تنكون فيها احرار. والسيد الرئيس مشكور تاعنا تيقول راه الاشاره ديالنا راه كاين هذا، كاين هذا المشكل هذا لان فيها الاشغال وباقي ما سلمهاليهمش سميتو صاحب اللي نازل على المشروع. يلاه عطاهم القاعه ديال الافراح، ولكن القاعه ديال الرياضه القاعه فين غير مرتاح حنا الرياضه ما كاينش القاعه اللي تدخل الفلوس. راه صرح لهم كملات تسلمات تسلمات القاعه اللي فاتت تنفع وليدات الشعب، راه هي راه باقي فيها الاشغال ما عرفت الى لا نهايه. نقدر من بعد الكلام هذا يسدوا عندنا كاع دائما، ولكن يريد يسدوها هي تكون هي منهم وما حنا ما باقيش بغينا نترينيو كاع نهائيا. يعني انتم في منظورك كرئيس نادي يعني الامال الاتليتيك كلوب مراكش، يعني احساس ديالك وتشوف بانه يعني كنتوا ابطال ديال المغرب، لعبتوا النهائيات ديال كاس العرش، ديتوا بطوله، يعني هذا الشيء ابطال ديال المغرب وهذه الاكراهات اللي تتعيشوها. شوف نقول لك باش تنحسوا، لا انا لا المكتب لا اللاعبات تنحسوا بالحكره. هذا الشيء اللي كاين دابا نزل نادي امان هو الحكره. الفريق فاز ببطوله المغرب الموسم اللي فات، لعب النهائي ديال بطوله المغرب والنهائي ديال كاس العرش. هذا العام حاولنا نضحيو بكاس العرش باش نديو بطوله المغرب. ادينا بطوله المغرب باقي ما والو. كي قلتي لولا رئيس الجامعه اللي خلص لنا واحده بلنتي اللي جمع الاتحاد الدولي اللي فيه 9 مليون، كون حنا دابا كاع تحبس النجم داك دروك دروك. ما الفريق ما تشرب برقيه ديالي الثانيه عند اي مسؤول يلا بالتليفون كيش حاجه رسم ما كاين والو. ما شوف ما كاين والو. ياك نادي كره الطير بخلاف بعض الرياضات الاخرى تشوف كاين اللي عاد شنو قاعه في المحاميز قاعه كبيره وتيدير كاين الانخراط بالفلوس وتياخذ المنح كيبغى في البلديه في المجلس وتيناضل ويحيد ويحيد الجمعيات الاخرين كيحيد لينا حنايا ويدير ويدير وبخير وعايشين فهمتي. والتلفازه ماشي التلفازه ديال المعقول، التلفازه فيسبوك ونظر، ولكن الفريق الحقيقه انت تشوف النتائج اللي حقها الملاكمه اللي حقتها الالعاب القاره الوطنيه العربيه بمجموعه هذه الانديه هذو هما اللي تيخدموا الرايه ديال البلاد ولا ديال مجلس مراكش تيخرجوا على المستوى الوطني والمستوى الدولي. هذو اللي خاصنا نشوفوا. انت تشوف البطوله العالم لكره الطائره الشتافيه جوج لعبات من مراكش، هما فضلوا يمشيو يلعبوا على برا، انا ما نمشيش نلعبوا في مراكش، مشيو يلعبوا هما تيلعبوا في اسبانيا. حنا نصيبوا لهم عندنا مشروع كبير مع وزارة التربية الوطنية باش نديرو مدرسة ديال البيتش فول في مدرسة بن عباد، ما لقينا اللي يعاوننا. انت ما كاين تشوف ما كاين حتى شي حاجة. اش بصراحة بصراحة حيت تنمشيو دابا يعني هادشي يعني كما تنقولوا انه يعني تيبقى فيكم هادشي تيرجع للخاطر كما تنقول بهاد العبارة هي كاسي صحيح. شوف انا نقول لك دابا المتنفس الوحيد في مجنة مراكش اللي تلقى المعقول هو المجلس الجامعي، حتى تجي عند مجلة التيوان تتحاول تحل لك المشاكل، السيد مدير المصالح تيحاولوا يحلوا لك، حتى تمشي حتى تتصل بهم على شي حاجه داخل المقاطعات تيقول لك راه ما عندناش ما يمكنش المقاطعه عندها. بصح دابا النهايه ديال بطوله المغرب مقاطعه المناره حلات لينا ديال الفئات الصغرى، مقاطعه المناره ولا مقاطعه النخيل حلوا لنا القاعات ديالهم، لان هادو انشطه على المستوى الوطني خدمنا. ولكن باش نترينيو داخل القاعده بشكل دائم تيكون صعيب. حنا دابا الطلب اللي عندنا خلي هاد الحكره، خلي كلشي غير تفتح لنا لاصال ديال المدينه باش نبداو نترينيو فيها، لان عندك قلت لك راه عندنا ماشي فئه وحده،
ان الصغار الفتيان الذكور حتى هما عاد البنات اللي عندهم مشاركه عربيه ومشاركه افريقيه. دونك المطلب ديالنا راه ماشي راه لا حول ولا قوه الا بالله. راه ما يمكنش فارق قلتي في المدخل ديالك عاوتاني، راه ما يمكنش فارق مقبل على منافسه وطنيه غادي تبدا الاسبوع اللي من بعد هذا وباقي ما تترينيش. البطوله الافريقيه غادي تكون في اواخر بدايه شهر واحد باقي ما تترينيش، البطوله العربيه غادي تكون في شهر ثلاثه باقي ما تترينيش. راه ما يمكنش، راه هذا راه العقل ديالك راه العقل ديالك ما يتقبلهاش. وراه عاد فين كتكاين الاشكال خويا زكريا ولا المتتبع الكرام، راه حنا نمشي عند المسؤولين راك راه هي الكلام الزين راه هنا هكا بحال ما فيديهمش هما والو. المسؤول تيهز التليفون تيبي حنا تنشوفو تنخرجو تنقولو صافي. حتى تمشي لتما تلقى الموظف سد عليك الباب، المدير ديال المقاطعه راه تيقول لك راه حنا تنطيبو الكراسه. واش ما يمكنش دير بلاصه فيها الكراسه وبلاصه فيها باقي خاصين حصات الكراسه، القاعه باقيه تلقى ما عرفتش والله ما عرفتش ما نقول لك. المهم هذا نداء من خلال قناه شوف تي في، الى باقي بغيتوا هذا النادي يكون حلمنا الناس طرفين ترينيو. ما بغيتش تقول لنا الله يجازيكم بالخير، حنا هذا الفولي ولا هذه البنيات ولا هذه الوليدات غير خلوهم يخرجوا للشارع. راه الفولي ولا هذا الرياضه ما عندنا ما نديروا بها، بركه نمشيو نشوفوا ما كون يتيشوفوا كون يخلونا حنا نشوفوا رياضات اخرين. كاع الرياضه في مراكش ما كايناش، راه كلشي مقتول. ما كاينين بعض الرؤساء وبعض المسؤولين هما تيجاريو هما تيجاريو. دابا حتى لهذا الوقت اللي تنظر معاك باقي كيتشارج ما خرجش ديال الدعم ديال الانديه الرياضيه. امتى غادي يخرج؟ فاش منظوره غادي يدوز؟ امتى غادي يتفيزا من السيد الوالي؟ امتى غادي يعني غادي نبقاو من دابا خاصنا وبنظن نبقاو تنطلبوا هذا الحد في الحد الاخر. ولكن غير يحلونا نترينو بعد الناس تعرفوا راه كاين واحد المنحه تيجيو معاك كتعطيك كريدي كتجلس تتعرف انت بان راه غادي تخلص. دابا ما بين لينا والو، حتى شي حاجه ما بينا. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نتمناو هاد الناس وهاد الميساج يوصل ويتعاونوا مع هاد الانديه الرياضيه والنادي ديالنا امن. انا في اشد حاجه الدعم ديال الناس المسؤولين في مدينه مراكش. شكرا لك السي بها، يعني الرساله واضحه متتبعينا في هذا البث المباشر المؤسف ومخجل ان نسمعوا مثل هذا الكلام. يعني نادي ديال امان اتلتيك كلوب مراكش للكره الطائره تيعاني ويعاني في صمت، خصوصا انه مقبل على مشاركه عربيه، مقبل على مشاركه افريقيه، ماشي مشاركه ديال البطوله، مقبل على مشاركات خارج ارض الوطن وتمثيليات المغرب، تمثيل المغرب في يعني في بطولات مهمه ومهمه تتعرف مشاركه انديه لها باع طويل في هذه البطولات. فكنا في هذا البث المباشر السابق نمني نفس تحرك المسؤولين باش انه يتم انقاذ ما يمكن انقاذه، وهنا تتضح السبب علاش يعني المغرب ما كانتش مشاركه مهمه على مستوى الاولمبياد ديال باريس، ولماذا لم نحصد الميداليات لا البرونز لا الذهبيه ولا البرونزيه ولا الفضيه بصفه عامه. اليوم تنشوفوا يعني الرياضه كيفاش تتعامل في بلادنا وكيفاش تتعاملوا الرياضيين والانديه في بلادنا، وبغينا حنا بطولات بينا انجازات بينا مشاركات بينا انجازات يعني بينا اننا ندو بطولات. كيفاش نحققوا هذا الشيء الا ما وفرناش كما تنقولوا الارضيه والدعم اللازم لهذه الانديه باش اننا نزيدوا بالقدام. ليست كره القدم وحيده في المغرب، ولكن كاين الرياضات اللي تتمنى انها تحدو حدو كره القدم، وتا هي يعني دي بطوله افريقيه بطوله عربيه ولما لا بطوله عالميه. فتنتمنى من خلال هذا البث المباشر وتنتمنى اننا البث المباشر الاخر هذه رساله لوالي جهه مراكش اسفي العصبه الجامعه، رغم ان دارت مجهود كبير باش تساعد هذا النادي هذا، الوزاره المسؤولين يعني كل شيء يدير في اليد. راه حنا تندوي على تمثيليات المغرب، تندوي على تمثيل المغرب في بطوله عربيه وافريقيه، نعاود نقولها ونأكدها، حنا راه في لحظه ديال تمثيل المغرب في بطوله عربيه وافريقيه، وهذا الفريق ممكن انه يعتذر على المشاركه ويتنزل عليه البيناليتي، وما عمره باقي غادي يشارك نهائيا في هذه البطولات ولا الاستحقاقات مستقبلا. فتنتمنى من المسؤولين وعلى راسهم والي جهه مراكش اسفي تنعملوا فيه الخير، فريد شراق رئيسه المجلس الجماعي فاطمه الزهراء منصوري وعمده مدينه مراكش، يعني المسؤولين بصفه عامه في مراكش وكذلك على مستوى الجهه على مستوى الوزارات، انهم يتحركوا ينقذوا نادي امان اتلتيك
كلوب مراكش لكرة الطائرة. لا يعقل أنه هذا الفريق هذا الحدود ساعة ما كاين استعدادات، ما كاين تربصات، ما كاين يعني الفريق ما مجموعش، كيفاش أننا يمكن نحقق هذا الشيء بدون يعني هذه الأمور اللي تطالب بها النادي؟ هذه رسالة لكل مسؤول غيور على البلد. موقع نشكركم، شكرا لكم، شكرا للرئيس الفريق سيبها على الغيرة والحب للوطن، لأنه الوطن اللي حركه أنه يخرج بهذه الكلمات من القلب لكل مسؤول. إلى بث مباشر إن شاء الله آخر على قناة شوف تيفي.